حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة أسبوعية جديدة من برنامجكم ويبقى المسرح بفضاءات جمال أبي الفنون وسحره الخلاب. صلوح شو عندك؟ هلا عمي، كيف الحال عمي؟ بس خلصني، شو عندك؟ عمي قول شو اللي مو عندي. كل شيء عندي، الاخبار الزينه عندي والسوالف عندي. بس بس لوعت بكبدي. لا 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 عمي، انا قصدي اني ما خليت شيء عنك ما قلته. خراب عنك خراب. شو؟ لا 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 عمي، انا قصدي اني مدحتك مدوحا ما منه مداحي. هي كذابك عمي، الليل ما يرقدون من الخوف، يتمون يتراقلون من اي بطاريك يغدي المحمل شرات الوادي من خرس، البحرين يسالون من وين هالخرس، المجدبي يسال من وين، وانا ماشي بس اشوف ظهر المحمل دقه الشمس ويبس ارد وين بطاريك، يرد الخرس مره ثانيه من شو الله اعلم. علي نبيل العامري موهبة مسرحية إماراتية شابة تنامت على حب وعشق الفن المسرحي في الشارقة إمارة الثقافة والفنون والمسرح. أنا وهي أمانة سأكون أختا أو أما أو زوجة، وأنا سأكون عجوزا. الممثل الشاب علي نبيل علي العامري هو أحد المواهب المسرحية الإماراتية الواعدة التي يزخر بها مشهدنا المسرحي، فقد عشق الفن المسرحي منذ صغره وبرزت موهبته الفطرية من خلال انضمامه إلى مراكز الناشئة وتجربة المسرح المدرسي، ما كان له أكبر الأثر في اكتشاف طاقاته الإبداعية المختلفة وليكون المسرح له مدرسة للأخلاق والحرية. المسرح بالنسبة لي هو سعادتي، تواجدي في المسرح هو عبارة عن سعادة، لما أتواجد في المسرح أحس أني أنا على حقيقتي وأقدر أطلع اللي في داخلي بدون أي خوف أو أي قلق. أما نشأتي في المسرح، نشأت في مركز الناشئة، كنت طالب أو ناشئ يعني منعزل، جاني واحد اسمه عمر زبير قال نحن فريق مسرح وسينما ودنا نشتغل مسرحية ممكن تشارك. طبعاً لأني أنا أحب المسرح كنت أتابع مسرحيات المرحوم عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، اتحمست للشغلة وشاركت، وكانت المسرحية اسمها صحوة الضمير تحت إشراف الأستاذ عدنان سلوم، وعجبت الأستاذ فطلب مني أني أنا أسجل عضوية في هذا الفريق، ودخلنا ورشة تأسيسية مع الفنان عبد الله صالح تحت إشراف مراكز الناشئة، وطلعنا فيها بمسرحية اسمها أبواب محفوظ، ومن هذه المسرحية كانت تأسيسي وطلعت على مهرجانات أكبر من مراكز الناشئة مثل مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي وأيام الشارقة للمسرحية ومهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. أول ما طلعت من مراكز الناشئة دخلت في نادي المسرح في المدرسة، مدرسة الشهباء، وشاركنا في مهرجان المسرح المدرسي بسنة 2015 الدورة الرابعة في مسرحية البخيل، وأخذت عليها الحمد لله دور بطولة، وأخذت أيضا جائزة أفضل تمثيل عليها. ثم انتقلنا لمسرحية عقبة العقوق مع نفس المدرسة، والحمد لله بعد أخذت عنها جائزة أفضل تمثيل. بعدها انتقلت لمدرسة العروبة في المرحلة الثانوية، شاركت في مسرحيتين، مسرحية اسمها الأرواح نفديك يا وطن ومسرحية أخرى ثامن أيام الأسبوع، وأخذت عنها جائزة أفضل ممثل وجائزة لجنة التحكيم الخاصة. من المسرح المدرسي زاد حبي للمسرح وزاد شغفي، لأننا اشتغلنا في المهرجان هذا وشفنا أجواء المسرح كيف تكون، أجواء المنافسات كيف تكون، كيف طريقة البروفات، فهذا زاد من حماسي وشغفي للمسرح.
لهذا نحن كطلبة الثانوية عملنا فريق بين بعض ورحنا لمهرجان كلباء المسرحيات القصيرة، لأن مهرجان للهواة مثلنا نقدر نسوي نقدم تجاربنا ونشارك أساسا في هذا المهرجان من حبنا له. فشاركنا أول شيء كمسرحية الرجل الذي صار كلبا مع المخرج خليل إبراهيم في الدورة الخامسة، عقبها شاركنا في مسرحية العميان مع المخرج يوسف القصاب في الدورة السادسة، والحمد لله يعني هذا المهرجان أتاح لنا يعني نشتغل شوي باحترافية أكثر، نتعلم كيف التعامل مع نصوص عالمية، دخلنا ورش تمثيل أكثر، ورش إخراج، ورش سينغرافيا، خلانا نتعلم هو أساس المسرح كيف وعناصر المسرح ونشتغل بشكل احترافي أفضل. مسرحية العميان بالنسبة لي هي مسرحية جدا مميزة وجدا خاصة بالنسبة لي كعلي، أولا لأن هي مسرحية أدوارها كلها عميان، أنا كنت دور الأكمة اللي معناته أنه هو أعمى منذ الولادة. هذه المسرحية ميزتها أن احنا جميعنا عميان وعددنا عدد كبير على هذا على خشبة المسرح، والنص أساسا نص صعب، صعب فهمه لأنه هو فلسفي وإخراج أكثر فلسفي، حتى الأدوار طريقة دخولنا للأدوار عيش جو الأدوار هذه فهمها فلسفية وكانت صعبة علينا نحن كهواة، نحن دخلنا هواة وشباب يعني ما نعرف يعني ما عندنا ذيك الخبرة في المسرح، فكان تحدي كبير لنا. الحمد لله أن حصلنا إشادات حلوة على هذه المسرحية، قدمناها بصورة بسيطة يصح مش متكاملة، لكن الحمد لله وصلنا بطريقة عجبت الناس وقدرنا نعرضها أساساً في مهرجان أيام الشارقة المسرحية. حتى أول شيء لما جانا خبر أننا راح نعرض هذه المسرحية في أيام الشارقة المسرحية كان خبر صادم الصراحة، لأن ما توقعنا أننا نحن نوصل لهذه المرحلة، بعدنا نحن شباب وهو يعني وكنا متخوفين أساساً من هذا العرض، لأن العرض راح يكون قدام جمهور مختلف جداً، جمهور فاهم في المسرح، أساتذة، دكاترة، فنانين، فكان الخوف كيف نطلع هذه المسرحية وكيف نطلع أنفسنا قدامهم ونثبت أنفسنا قدامهم كأسامي، إحنا كأسامينا إحنا كشباب يعني. كانت خطوة صعبة لكن هو الشيء خلانا نفرح أكثر لأن أعطتنا فرصة أن نبذل أكثر، نجتهد أكثر، نراوي الناس نحن الشباب عندنا طاقة نستغلها ونبي نقدمها للناس. بعدها شاركت في مسرحية مكبث للفنان إبراهيم سالم، تأليف ويليام شكسبير وإخراجه. هذه المسرحية كانت نقلة كبيرة، نقلة جدا كبيرة من المسرحيات اللي أنا شاركت فيها قبل إلى هذه المسرحية، لأنها فعلا كانت مشاركة رسمية مع فنانين كبار من المسرح الإماراتي والمسرح العربي، وكانت عندي صعوبة في فهم الدور أساسا لأن مسرحيات شكسبير هي فلسفية وصعبة. اللي حبيته في هذه المشاركة أن من المخرج إلى أصغر عضو في هذه المسرحية كلهم كانوا على قلب واحد وكانوا خايفين علي، كانوا يوجهوني، كانوا يعطوني نصايح، هذا أكثر شيء خلاني أستفيد أنا كممثل شاب أني أسمع نصايح الكبار ورواد المسرح يعني، وأسمع انتقاداتهم وملاحظاتهم عشان أني أقدم صورة أفضل، وعلشان حياتي المستقبلية في المسرح أني أقدم أفضل. ما أنسى يعني دعم الرواد مثل الأستاذ إبراهيم سالم، الأستاذ مرعي الحليان، الأستاذ عدنان سلوم، كان لهم يد كبير في إلى ما أنا وصلت حاليا، قدموا لي أدوار كبيرة، قدموا لي فرص أني شوي أشارك حتى في مشاهد بعض إخراج بعض المشاهد، أني أعطي رأي حتى في بعض المشاهد، أني أعطي ملاحظات. هذا كان شيء جدا يعني فرصة جدا سعيدة لي أنا، لأن تخليني أفهم شغل المسرح وأني أفهم أنا كيف أبدأ أصنع نفسي كمخرج، كمؤلف، كمساعد مخرج في المجال المسرحي.
كل ما دخلنا مسرحية ولا كل ما اشتغلنا على دور على عدة أشياء، التمثيل فضلت أكثر عن الإخراج والتأليف. ليش؟ لأن التمثيل فيه شغل وجهد أكبر، التمثيل يخليني أبحث، التمثيل يخليني أفهم أدوار أتخيلها، عمري ما عشتها في حياتي، عمري ما شفتها في حياتي، فتخليني أبحث، فتحت عقلي أكثر، فتحت حبي للمطالعة، زادت حبي للمطالعة والقراءة والبحث. فالتمثيل دائما يخليني أطور من نفسي كعلي، كباحث، كقارئ. فعلشان كذي أنا أفضل التمثيل على باقي تخصصات المسرح. التحدي اللي واجهته أساساً هو وجهة الناس عن المسرح. لما أنا اخترت أني أكمل في هذا المجال، واجهت بعض المعارضة من جميع الأفراد اللي حولي، سواء الأسرة سواء الأصدقاء، لأنهم يشوفون المسرح يعني مش كهواية، مش كتخصص. فواجهت صعوبة أني أنا أقنعهم أن هذا تخصص أقدر أنا أستفيد منه، أقدر أقدم أشياء أفيد المجتمع فيها. فهذا التحدي أني أنا أواجه الناس، أني أنا أثبت لهم أن لا، المسرح شغلة مهمة في الحياة، كانت تحدي جدا صعب. طموحي في المسرح أني أساساً أدخل أدرس التمثيل المسرحي، أني أحصل شهادة البكالوريوس فيه، وأني أصعد إلى شهادة الدكتوراه أيضاً، وأني أرسخ نفسي في هذا المجال، أرسخ اسمي وخلي يعني مثال يحتذى فيه إن شاء الله يعني، وأن الأعمال اللي أقدمها تذكر في المستقبل. إحنا الحمد لله تأسسنا في مراكز الطفولة ومراكز الناشئة وأيضاً المدارس والفرق المسرحية على حب المسرح، على الفرص اللي إحنا حصلناها. هذه الفرص ما تكون متواجدة في وايد أماكن غير هذا المكان، وكله بجهود الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. لولاه احنا ما كنا راح نكون في هذه المرحله او نحصل هذه الفرص يعني. فنشكره على هذه الجهود، ونتمنى ان الله يطول بعمره ويحفظه لنا. لا تسمح لك بالدخول على مستشفانا هذا، وعلى الرغم من انه كان مرتديا. وفق توجيهاتي ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت مساء يوم 19 من مارس 2006 فعالية النسخة 16 من أيام الشارقة المسرحية، والتي نظمتها دائرة الثقافة في الشارقة بقصر الثقافة بالشارقة، بمشاركة 14 فرقة مسرحية محلية تنافست داخل المسابقة الرسمية للأيام، بينما جاءت مشاركة العرض المسرحي الكرسي للنادي الثقافي العربي خارج المسابقة، كما استضافت الدائرة فرقتين مسرحيتين إحداهما مشتركة من دولة الكويت والمملكة المتحدة، والأخرى مشتركة من سوريا وفرنسا. وقد استهلت الدورة بالعرض المسرحي غوم عنتر لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، بينما شاركت فرقة مسرح الشارقة الوطني بالعرض المسرحي صك الباب. مسرح الشباب للفنون بدبي شارك بالعرض المسرحي التقيتكم فيما بعد، الصلامة، وطائر الأشجان، والظمأ، واحفروا بئرا، ومنزل آيل للسقوط. خمسة عروض مسرحية شارك بها أيضا كل من مسرح عجمان الوطني ومسرح خورفكان للفنون وجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح وجمعية دبل حصن للثقافة والتراث والمسرح، إضافة لجمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح. أما مسرح دبي الشعبي فقد شارك بالعرض المسرحي السردال، فيما قدم مسرح الفجيرة القومي العرض المسرحي رماد الأيام، خفايا جبال،
وكل الناس يدرون وسفر العميان ومولاي يا مولاي، أربعة عروض مسرحية شاركت بها كل من جمعية دبل الثقافة والتراث والمسرح ومسرح رأس الخيمة الوطني ومسرح دبي الأهلي ومسرح أم القيوين الوطني، لتسجل بذلك الدورة 16 للأيام مشاركات 10 كتاب مسرحيين إماراتيين. نعم يا أخي. أتعلم ما هذا؟ شعرفني عايشي. إنها قنبلة. خير تخيبك إن شاء الله. لقد أوكلوا لي نصف هذا البيت، حيث سيتواجد الكفار والفجرة والفسقة والزنادقة. خير تخيبك. كل هذين جايين يزندقون في بيتي؟ أتوا لتغطية هذا الحدث المهم. لا حبيبي لا، أنا بتصل في الشرطة. إياك إياك وتتصرف تصرفات لا يجدي بعدها الندم. شوف عاد صريخك هذا ما يخوفني، انا ما بسمح لك تنفذ جرمك المشؤوم. عصام هاي خبر صدري يا اخي، طالع صبعي طالع صبعي صبعك، هذا لو يتزوج بين بين متصوع. يعد الجروتسك والجروتسكية حالة فنية متكاملة ومن أهم الأشكال الفنية التي تستخدم في العرض المسرحي، جامعة بين النقيضين في آن واحد. الجروتسك من الممكن أن يكون يعني كلمة البعض يراها شديدة التعقيد نظراً لعدم انتشارها داخل الثقافة العربية أو داخل المسرح العربي كثيراً، إضافة إلى تعقيداتها المرتبطة بتطبيقاتها العملية داخل فنون الأداء. ونريد أن نقول أن الجروتسك ليس قاصر فقط على المسرح، وإنما قد يشمل العديد من الفنون مثل الفن التشكيلي بالطبع، لأنه جزء مرتبط بالأداء وتكوين الصورة، قد يظهر في المسرح، في الأدب، في الرواية. بداية الجروتسك من الممكن أن نستطيع أن نتلمس معناه أو نفهمه عندما نرجع قليلا إلى العصور الوسطى، عندما كان يتم استخدام هذا الشكل داخل الاحتفالات الشعبية في الأعياد والمناسبات الاجتماعية التي كان يتم بها دمج الجليل مع الوضيع، دمج متنافر بين المضحك والمفزع أو المبكي من خلال مجموعة من الحفلات التنكرية التي كانت الجماعة الشعبية تحاول أن تصنع تنفيذ كبت تجاه السلطة الضاغطة عليها، من خلال أن يرتدوا مثلا أقنعة مرتبطة بالملوك والقديسين ويتم السخرية عليها. طبعا هذه الوضعية للشخصية التي يتم ارتداء قناعها تفرض نوع من القداسة والجهامة والرسمية تجاه المتلقي، لكن في ذات الوقت عندما يتم السخرية منها يتم هذا الجمع المتنافر ما بين الجليل والوضيع، ما بين المضحك والمبكي في نفس ذات اللحظة. وبداية من بدايات يعني ذكر هذا المفهوم أو هذا الشكل الفني سنجده يذكر على الإنسان فيكتور هوجو في مقدمته مقدمة كرومويل، عندما تحدث عنه بأنه المتنافر المضحك أو المتنافر الضاحك الباكي الذي يجمع بين الجليل والوضيع. وطبعا كما نعرف أن فيكتور هوجو من يعني يعد من أوائل الكتاب والأدباء الذي استخدموا الجروتسك داخل الإبداع الأدبي والفني، ومن خلال رائعته الشهيرة أحدب نوتردام، فكما نعرف من خلال الرواية الشهيرة أن شخصية الأحدب هو رغم قبح الشكل أو قبح المنظر الذي يطل به أو يظهر به أمام الناس، إلا أنه يمتلك شخصية من داخله، شخصية تتسم بالنبل والأخلاق والسمو. وبالتالي هنا الجوهر والمظهر استطاع من خلال تكوين شخصية الأحدب أن يجمع بين الجليل
والوضيع. طبعا المصطلح نقديا تم انتشاره فيما بعد من خلال النظر لإعادة النظر لروايات عصر النهضة من خلال تحليلات بختين لأعمال رابليه مثلا، وتناول كيفية ظهور الجروتسك بشكل واضح فيما بعد لروايات ديستوفيسكي الذي أصبح بارزا فيها الجروتسك. الجروتسك هنا قد يكون تقنية من خلال الجمع ما بين الجليل والوضيع أو المضحك والمبكي في نفس اللحظة، لكن يجب أن نفرق ما بين الجروتسك كنوع فني بدأ يظهر في إيطاليا في المسرح من خلال الكاتب المسرحي تشياريلي من خلال مسرحياته الوجه والقناع، كنوع مسرحي بدأ يتشكل ويرثه مجموعة من الكتاب المسرحيين أمثال بيرانديلو ثم بعد ذلك دورينمات الذي يعد أهم من كتب نصوص الجروتسك والجروتسكية التي يتم استخدام التقنية لأغراض أخرى بخلاف النوع الفني الصافي الذي ظهر. حتى يعني لا أطيل وأبسط المسألة، هنا الجروتسك برغم أنه يقدم عالم غرائبي إلا أنه لا يقدم الغرابة هنا من عالم الجن أو يلجأ إلى العالم الميتافيزيقي، وإنما يحاول الجروتسك أن يكتشف الغرابة التي من الممكن أن تكون موجودة داخل الواقع بسبب تشويه هذا الواقع، حتى يكتشف المتلقي كيف تم تشويه هذا الواقع وكيف يحاول أن يشعر بالحنين تجاه الواقع بشكله المثالي حتى يستطيع أن يعالج هذا التشويه الذي تعرض له الواقع الذي يعيشه. أما الجروتسكية قد تستخدم التقنيات من خلال الجمع بين الجليل والوضيع، لكنها في النهاية لا تصل إلى نفس الهدف. يعني من الممكن أن نجد الجروتسكية مثلا في مسرح العبث عندما يتم الدمج ما بين ما هو إنساني وما هو حيواني في شخصية واحدة، مثلا مسرحية الخرتيت لجين أونيسكو، كيف أن الإنسان يتحول إلى خرتيت. قد تكون التقنية جروتسكية، لكن هنا يحاول أن يصور الكاتب كيف أن الإنسان يتحول إلى حيوان، كيف أن الإنسان يتشيأ في هذا العالم ويتحول، لكن لا نصل إلى أهداف الجروتسك كنوع صافي الذي يقدم يحاول أن يلجأ إلى التشوهات التي تعرض لها الواقع لنعود إلى الشكل المثالي. بالطبع يعني داخل العرض المسرحي نجد صعوبة في تطبيقات الجروتسك، تحتاج براعة وموهبة وحساسية شديدة تجاه الكاتب أو المخرج في الواقع المعيش للتعبير عنه، نظرا لأن الجروتسك داخل موتيفة واحدة وداخل مشهدية واحدة يجمع ما بين مجموعة من المتنافرات ما بين الجليل والوضيع ما بين المضحك والمبكي، لدرجة أن أغلب النقاد والمفكرين يصورون حالة المتلقي عندما يشاهد العرض المسرحي الذي يقدم الجروتسك كأن وجهه أصابه الشلل، لا يستطيع أن يضحك أم يبكي، فهو يفكر وينفعل في نفس ذات اللحظة لأنه يضحك على الواقع الذي يراه مشوها، وفي ذات الوقت يفكر كيف أصبح هذا الواقع شديد التشوه، كيف هذا الجليل أصبح وضيع، كيف هذا الجليل يتم السخرية منه بهذه الوضع. يعني وهناك العديد من الأمثلة في المشهد المسرح العربي، نظرا لدخول الجروتسك بشكل واضح في المسرح العربي المعاصر. وإذا أخذنا مثالا على هذه التقنية في أحد العروض المسرحية وأحد الكتابات، سنجد مثلا على سبيل المثال وهو مشهد شديد الأهمية في التعبير عن الجروتسك في المسرح العربي المعاصر، نهاية مسرحية النمرود باسمه الشيخ السلطان القاسمي، عندما هجم الباعوض على المدينة وبدأ يأكل الجنود ليتبقى منها الهيكل العظمي، ثم بدأت أحد البعوضات تدخل داخل مخ النمرود. هنا يبدأ الجروتسك في التشكل، حيث يصرخ النمرود ويطلب من الشعب أن يضربه على رأسه حتى يخرج البعوض من رأسه لأنه يأكل مخه من الداخل. كيف يتشكل الجروتسك هنا؟ أولا نحن أمامنا جمع متنافر ما بين جليل ووضيع، النمرود كشخصية لها قوة
ولها هيمنة داخل المجتمع، وكيف أن بعوضة حشرة صغيرة تستطيع أن تنتصر على هذا النمرود. بمحطتنا الأخيرة نصل مع المشاهدين الكرام لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم ويبقى المسرح. دمتم في أمان الله. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.